نشوف تصريح عمر المهنا رئيس لجنة الحكام ثم نعود. أستاذ عمر هلنا رئيس لجنة الحكام، كأس الملك على الأبواب، الجدل التحكيمي دائم ما يوقف عندنا، كيف استعداداتكم للبطولة الغالية هذه؟ طبعا أول شيء لا تنسى أن هذه بطولة عزيزة علينا كمواطنين كرياضيين، نتمنى إن شاء الله أن نكون مستعدين لهذه البطولة زي المناسبة القالية علينا. طبعا بدون شك القرعة بدت، ممكن في بعض المباريات تكون حكام أجانب، ولكن لحد الآن ما نعرف، ولكن أنا أتمنى إن شاء الله أن الثقة الموجودة من الشارع الرياضي، الثقة الموجودة من مسؤولي الأندية، الثقة الموجودة من الإعلاميين من اللاعبين في الحكم السعودي تستمر، يعني تستمر هذه الثقة. هناك أخطاء، ولكن أتمنى زي ما جالسين نتقبل أخطاء الحكام الأجانب نتقبل أخطاء الحكام السعوديين. طيب العزيز، الكل لاحظ وشاف أن الأستاذ عمر مهنا بنفسه أشرف على وقت انطلاقة بداية المباريات في الجولة الأخيرة. البعض بصراحة أثنى على هذه النقطة، قال يعني قال أنه حرص أنه ما يتكرر تتكرر أخطاء الماضي. البعض بصراحة تهكم من هذه اللي ما قمت به، أنت شو رأيك أبو عبد العزيز؟ أستاذ محمد، طبعا أنا شخصيا وأنت تعرف أحترم جميع الآراء، لكل شخص الحرية فيما يقول. الإنسان معرض للخطأ، كان في خطأ العام في مباراة الوحدة والتعاون، حرصنا أن ما نكرر الخطأ. العمل اللي قمنا فيه، الشهادة اللي حصلناها من الأشخاص المحايدين وليس لأصحاب يعني التهكم، كان عملنا يعتبر جيد. كان يهمنا أن تبدأ جميع المباريات في وقت محدد. على هذا الأساس لا يطلع لي واحد يقول لي والله في أن الوقت محدد، مباراة الوحدة والتعاون العام كان الوقت محدد، ما بدأت في وقتها. طيب أخيرا أبو عبد العزيز، بصراحة في حكام يعني أخطأوا وبعد جولة جولتين عادوا، يعني شفناهم يحكمون المباراة الثانية مرة. في حكام أخطأوا اختفوا تماما بصراحة، مثل مطرف القحطاني. لا، شوف أستاذ محمد، أنا أتمنى حنا ما نشخص الأمور. إذا أنت كنت متابع، مطرف لم يختفي، وممكن تسأل السؤال هذا، ولكن احنا الكلام هذا قلناه من البداية. أي حكم رايح يخطي، سواء حكم أو حكم مساعد رايح يخطي وتأثر خطأ في النتيجة، رايح يتجمد أسبوعين ثلاثة أسابيع على ذي. على هذا الأساس بالعكس، مطرف حكم وبعدها حكم في دوري زين، بعدها حكم في دوري درجة أولى. على هذا الأساس أتمنى أن ما نشخص الأمور، نعاقب، وأنا ضد إعلان العقوبة طبعا، ولكن لابد الإنسان إذا أخطأ يتحمل خطأ. لم نقصد لا مطرف ولا غير مطرف، أنت ترجع للجولات وتشاهد هل مطرف بعد ما أخطأ في مباراة الهلال والتعاون تم تكليفه في دوري زين درجة أولى أو كذا أو لا. سلمان، تعليق سريع على كلام أبو عبد العزيز عمر مهنا. أبو عبد العزيز بس قال نقطة أنه العام الماضي حدد الوقت ولا لعبت. أنا من وجهة نظري أنه ما كان المفترض أنه يظهر المشهد هذا وتلفونات وما تلفونات، أنه تحدد الوقت وتبدأ المباريات في نفس الوقت. أي فريق يتأخر من خلال مراقب المباراة، في مبررات ولا ما في مبررات؟ إذا ما في مبررات توجد عقوبات صارمة وقوية مثل ما هبط نادي الوحدة وينتهي الأمر وتبدأ المباريات بهالشكل. فاصل قصير بعده نعود لمواصلة الحديث في البقية.